هذا وقد حذرت اداره الارصاد الجويه بوزاره المواصلات والاتصالات من امطار رعديه مصحوبه بهبات شديده السرعه كما افادت بان الطقس في مملكه البحرين سيكون غائما جزئيا مع فرصه لتساقط امطار متفرقه احيانا قد تكون رعديه خلال الليل والرياح شماليه الى شماليه شرقيه متقلبات الاتجاه من سبعه الى اثنتي عشره عقده مع هبات قد تصل الى ثلاثين عقده خلال المساء